عدي من جديد، عدي زهران، العرضية حاضرة رأسية والإبعاد والهدف الأول. جول، هدف التقدم عن طريق الأسمراني خليل بني عطية. خليل بني عطية يسجل أول أهداف الدقيقة 9. كرة بعد متابعة ذكية من خليل بني عطية، وخليل بني عطية بلمسة وكرة تصدم بالعارضة وتتهادى داخل المرمى، هدف أول عن طريق خليل بني عطية. هدف في الدقيقة 9 بعد درب كوام يمرر فرصة والهدف الثاني. جول، هدف التعزيز برأسية عن طريق اللاعب دومينيك. دومينيك حاول في أول مرة ما زبطته، في المرة الثانية تدخل الشباك. الهدف الثاني في الدقيقة 20. هدف في كل 10 دقائق لغاية الآن مصنعة فريق الفيصلي. هدف ثاني عن طريق السنغالي دومينيك بكرة رأسية، إذ تمريرة ولا أروع من أحمد السريوة. السريوة تمريرة بالمقاس على رأس اللاعب دومينيك ويسجل الهدف الثاني. شاهد مرة ثانية، السريوة بالقدم اليسرى والارتقاء من دومينيك رغم محاولة صراع مسعد. لوكاس يتحضر يتقدم والهدف الثالث. الهدف الثالث لفريق الفيصلي من علامة الجزاء عن طريق البولندي لوكاس. لوكاس يزور الشباك ويرفع الغلة الفيصلوية إلى ثلاثية في الدقيقة 60. في الدقيقة 60 يسجل لوكاس الهدف الثالث والهدف الشخصي السادس في بطولة الدوري. يتقدم الفيصل الآن ب3 أهداف دون مقابل.